وفقكم الله، لو قام شخص بتدريب أولاده على الذبح لكنهم قد يؤذون الحيوان، لو قام شخص بتدريب أولاده على الذبح لكنهم قد يؤذون الحيوان أثناء الذبح، قد إيش؟ قد يؤذون الحيوان، نعم، أثناء الذبح والتعلم، فهل يجوز ذلك؟ ما يجوز هذا، ما يجوز يعذب الحيوان ويجيب واحد يتعلم عليه، هذا تعذيب للحيوان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما يذبح الحيوان إلا إنسان يحسن الذبح. إذا أراد يتعلم يحضر عند اللي يذبح يشوف ويعرف كيف يذبح في المستقبل. نعم.